بهذه المناسبة يسرني أن ينضم إلي في استديو مركز الأخبار سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب. أرحب بك سعادة النائب في نشرة أخبار الثالثة، يعني علاقات وثيقة وتاريخية تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر، كيف تصف هذه العلاقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أشكركم استضافتي، وأن بلا شك أن أولا نحب أن نهنئ ونبارك لجمهورية مصر العربية طبعا قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة مرور 72 سنة من ثورة 23 يوليو، والتي طبعا ضحى بها الشعب المصري والجيش المصري، وطبعا بما قاموا به من أمور صد الاستعمار الأجنبي. نعم. هذه طبعا الأمور أصلحت اللي هي في أمام الجيش المصري مع الشعب، هذه بين تلاحم بين الشعب والجيش المصري صد الاستعمار الأجنبي. نعم. نعم أستاذ يعني حسن، العلاقات البحرينية لها يعني مشاهد عديدة وتاريخ طويل، ونتحدث عن هذه العلاقات البحرينية المصرية. طبعا بلا شك أن العلاقة بين البحرين، مملكة البحرين وجمهورية مصر، علاقة وطيدة قديمة منذ الزمن، يعني أكثر من قرن من الزمن. وطبعا بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، جسد هذه العلاقة وقوى هذه العلاقة مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وهذه العلاقة طبعا ليست طبعا حديثة الولادة، لكن العلاقة منذ الزمن مثل ما ذكرنا علاقة قوية منذ زمن بعيد. وطبعا تتسم هذه العلاقات علاقات تم بين البلدين، وطبعا العلاقة بينهم منذ زمن مثل ما ذكرنا. ونشير إلى هنا أن جلالة الملك قال ما يمس المصر يمس البحرين، وما يمس البحرين يمس مصر. ونشير إلى أن البلدين في تلاحم وترابط في العلاقات قوية من كل النواحي طبعا، السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهناك كثير من يعني التشريعات التي حصلت بين البلدين، حتى مجلس النواب عندنا مع مجلس الشعب المصري هناك كثير من التشريعات بدأت فيها الحمد لله، يعني فالأمور في تطور يعني الحمد لله. نعم، يعني سعادة النائب، ماذا عن مستقبل العلاقات في ظل هذا التاريخ يعني الحافل بالتعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية مصر؟ طبعا بلا شك أن العلاقة بين مصر ومملكة البحرين علاقة قوية، ونتطلع إلى كثير من المستقبل هناك من ناحية الاقتصادية، غرفة تجارة البحرين مع غرفة تجارة مصر، هناك ما يقل عن مليار دولار بالسنة في صادرات مصر للبحرين من أغذية من مواد غذائية وحديد وما شابه ذلك. وطبعا البحرين أيضا لها باع في تصدير الحديد والألمنيوم إلى مصر أيضا، وهناك علاقات قوية سياسيا واقتصاديا. وبلا شك أن احنا كمملكة البحرين منذ القدم أيضا هناك علاقات قوية تربطنا بها عن طريق الجامعة العربية أو عن طريق الدول العربية المناسبة، لكن نعيد نقول أن البحرين دائما يعني فاتحة أبوابها، ودائما احنا نقول نكمل بعض. يعني مصر طبعا لها فضل كبير لنا علينا، واحنا طبعا بلا شك ان البحرين بدون يعني مجامله ان احنا مثل ما يقولون بلد واحد، البحرين ومصر نكمل بعض، واحنا ان شاء الله يعني في امور كثيره مرت وما زالت يعني هناك مستقبلا ان احنا نفكر يعني في سواء من الناحيه الاقتصاديه
هناك في مجال فتح المجال لأمور اقتصادية، مصانع ولا ما شابه ذلك. ونعيد ونقول يعني جلالة الملك حفظه الله ورعاه يعني دائما يحفزنا على أن مصر هي بلد اللي هي بلد الأمن والأمان للبلدين يعني. الحمد لله. نعم سعادة النائب حسن بوخماس، كل الشكر على تواجدك في نشرة الأخبار. شكرا.